احتفلت مساء أمس السفارة التركية لدى البلاد بالذكرى 94 من إعلان الجمهورية. المناسبة كانت بحضور الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي موسى محمد دوكو، ممثلا للوزير بجانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى البلاد. زمزم ظاهر عاشور. يعتبر 28 من أكتوبر من كل عام هو العيد الوطني لتركيا، إذ يحتفل به على مستوى البلاد وما يمثلها من سفارات في مختلف دول العالم. وفي تشاد أحيت السفارة التركية هذه المناسبة وسط حضور كبير من سفراء الدول الصديقة وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى البلاد. فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لتركيا ترأسها الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي إلى جانب السفير التركي بتشاد وطاقم السفارة. بداية الحفل كانت بالنشيدين الوطنيين لتركيا وتشاد. ثم كلمة السفير سردار جينكيز، والذي قال أن مناسبة العيد الوطني لتركيا تعد واحدة من أهم المناسبات الوطنية التي يحتفل بها منذ العام 1923، وهي فرصة تعكس مدى ما وصلت إليه تركيا من تدعيم علاقاتها مع مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن العلاقات التشادية التركية التي وصفها بالمتانة وأنها تعود لزمن بعيد جدا بحسب قوله، غير أنها تدعمت أكثر فأكثر في السنوات الأخيرة من خلال الدبلوماسية القوية التي تتمتع بها البلدين. كما تحدث السفير عن التعاون المتبادل بين تركيا وتشاد في مختلف المجالات، لا سيما مجال التعليم الذي تقدم فيه تركيا مزيدا من المنح للطلاب التشاديين. نهاية الحفل توجت بتقاسم قالب الحلوى وتقديم التهاني للسفير من قبل الحضور ومن قبل سفراء الدول الصديقة وممثلي المنظمات والبعثات الدبلوماسية بتشاد وتناول المرطبات.